من أجمل الآيات اللي اتقالت في الموضوع ده سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، صحيح، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تجسسوا. الكلمة دي ترجمتها في البيت الواحد دلوقتي بتقول لنا الآتي: تليفون أبويا محطوط على الكومودينو ممنوع أقربه، جميل، ولا أفتحه. أدي هو حل إجراء عملي لموضوع الخصوصية. جميل. الباب بتاع الأوضة النوم مقفول، لازم أخبط. أيوة. ولازم أستأذن. ولازم الأب والأم يعلموا أولادهم هذا الأمر. صحيح. حتى لو هو صغيرين ويحاولوا يقوموهم في هذا الأمر. الخصوصية دي لو يعني البيت الواحد اللي هو فيه بين أربع حيطان وسقف، أب وأم وبنت وولد، لو رعيناها بالفعل هتطلع المجتمع. أيوة. ما هو المجتمع كله أسرة صغيرة. أسرة صغيرة بالظبط. الأمر ده ينطبق على اللي ساكن في العمارة واللي ساكن قدامه لما يتقابلوا في صلة الرحم الكبيرة. فهو زي ما حضرتك يعني أحييك على هذا يعني الطرح، إن الأمر كله مبدأه الأسرة الصغيرة. صحيح. مراعاة الخصوصية مطلوبة. ربنا عز وجل قال لنا الآية الجامعة: ولا تجسسوا. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني بص في ورقتك. حتى وأنا موجود مع والدي، مع والدتي، مع أختي، مع أخويا، كل واحد ليه مساحة آمنة لازم يبقى فيها. صحيح. طيب اللي بيشاهدنا دلوقتي يقول لي: اللي انت بتقوله ده كلام نظري جدا، ممكن لا يطبق. ممكن لا يطبق، ده دوري ودور حضرتك ودور حضرتك ان احنا نقوم، ولكن بين قوسين بالحسنى.